مام سمر قلقانة من الحسد على طول، وهي يعني على طول مشغولة بالأمر ده، وبتعاني كمان سؤالها التاني من الوسواس القهري كأنه كابوس في حياتها. احنا أولا بالنسبة للحسد ما نشغلش نفسنا بأنه لا ده أنا هتحسد، لا ده ما بشغلش نفسي بالحدث، أنا باخد التحصينات وبسلم وبلتزم بالأمور اللي فيها أن مش كل حاجة مذاعة ومعلومة ومعروفة. التحصينات الشرعية والمعوذات اللي منها المعوذات وكثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح أذكار المساء، كل دي التحصينات اللي المؤمن يعني بيلجأ بها إلى مولاه سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والحماية والرعاية. وهو مع ده يعني مش بقى بيقعد يفتخر على الناس ويظهر، لا الإنسان يمشي بعقل وباتزان ويتحصن بهذه الأحصان ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للوسواس القهري ده محتاج متخصص في الدعم النفسي، لأن ده لازم، لأن في حالات ما بتبقاش طبيعية، حالات بتعدي الحد الطبيعي، فلا بد فيها من أهل التخصص في المجال النفسي. يا ست سمر، أم طارق هي بتصلي من اللي عليها، بتصلي القيام والفجر حاضر وبتصلي من اللي عليها بعد كده. وسؤالها التاني هل إنها لازم تكون على وضوء من بعد صلاة الفجر لحين شروق الشمس عشان تاخد ثواب، يعني إلى ثواب من أدى عمر أو حجة تامة؟ قضاء الفوائد في الوقت بعد الفجر، يعني الحقيقة أنه القضاء الفوائد دي بيكون قبل الفجر أو الانتظار بعد الشروق، والوقت بعد الفجر اللي حضرتك بتبتدي فيه بقى تذكري وتتعبدي إلى حين شروق الشمس وبعده بتلت ساعة تبتدي تصلي ركعتين الضحى، يعني هو وقت لإيقاع العبادة فيه للحصول على الأجر والثواب. هل يشترط أن أنا طيلة المدة دي من بعد صلاة الفجر لغاية شروق الشمس ولغاية ما ابتدي أصلي الضحى بعد شروق الشمس بثلث ساعة أني أكون طول الوقت ده على طهارة؟ لا يشترط ذلك، ولكن يعني يستحب، عشان لو أنت حبيتي تصلي، حبيتي أنك أنت تذكري، حبيتي أن أنت تقري قرآن، يعني من باب الكمالات يعني.